الجزائر اليوم بالذكرى 61 لعيد النصر المصادف 19 مارس من كل سنة، والموسوم بذكرى النصر عزم واتحاد ونصر. يعد هذا التاريخ بمثابة تتويج لمسار نضالي كتب بماء الذهب سطره رجال أفداد، حيث وضعت في مثل هذا اليوم من 1962 حرب التحرير الوطني وزارها، ودخل إيقاف توقيف إطلاق النار حيز التنفيذي بعد التوقيع الرسمي على اتفاقيات إيفيان، فصار عيدا وطنيا يجسد انتصار شعب على الاستدمار الغاصب، كما حققت فيه الثورة ما ناضل من أجله أجيال منذ سنة 1830.